السيدة الغيب ليلى ممرضة رئيسية بمستشفى ابن سينا بالرباط. نقفها في هذه اللحظة احتفالا باليوم العالمي للممرض، هذا الممرض الذي قدم الكثير من الخدمات الجليلة والذي تم إقصاؤه من مجموعة من الامتيازات التي أتى بها المرسوم المشؤوم، مرسوم ديال جوج 17535. نحن فئة ممرضين ذوي سنتين الموجزين من الدولة، ذوي سنتين من التكوين، والتي كانت آخر مجموعة هي مجموعة 93-95. أثناءها تم تغيير الركب ومدروس ديال الممرضين اللي ولا في 3 سنوات. في هذا الأثناء لقينا المرسوم اللي كيشمل هذا التغيير وهذا الهيكله ديال الممرض، تم الاقصاء ديالنا منه. يعني هذه الفئه تم التهميش ديالها بصفه مطلقه، في حين ان هذه الفئه هي اللي حاربت داء السل، حاربت يعني في مجموعه من المحطات ليتينيرونس، كانت مشات الاسواق، ربات هذه الاجيال اللي كيطالبوا بالالم الدي. هذه مفخره لنا انه يكون هذا مكتسب الممرض، لانهم وليداتنا والاجيال اللي غتنهض بهذه الصحه. ولكن هاد الناس اللي هما واقفين الان راهم ناس عانوا الكثير ثم الكثير، يعني قدموا الخدمات الجليله، كانت الصحه مرتبه في واحد المرتبه بعيده. وبفضل هاد الناس اللي كتشوفوا الان، يعني هاد الممرضين والممرضات الموجزين من الدوله اللي هما ذوي سنتين من التكوين، تم الاقصاء ديالهم بصفة مطلقة. ونحن نطالب بترقية استثنائية، لا لشيء إلا لاحترام هاد الناس اللي قدمت العديد من الخدمات واللي كتسهر وكتسمح في الأسر ديالها في مواسم العيد، في مواسم الويكاند، وكتبقى كتخدم الخدمات الجليلة للمريض. حنا نفتخر بالمهنة ديالنا، وحنا نعتز بكوننا ممرضين، وهذا شرف لنا، وسوف نفتخر بها ما دمنا على قيد الحياة. ولكن نطلب من المسؤولين ومن الوزارة أن تلتفت التفاتة سريعة لهذه الفئة من الممرضين، وتحقق المطلب ديالنا اللي هو مطلب أساسي، ألا وهو الترقية الإستثنائية بيان سور بدون نسيان تهيئ الهيكل، التوافق على الهيئة ديال الممرضين، ثم المطلب ديال تسوية الأخطار، التعويض عن الأخطار المهنية، ثم إخراج مصنف الكفاءات المهنية، ثم إدماج المعطلين، لأنه إحنا عندنا خصاص مهول، خصاص مهول في وزارة الصحة. كيف تبغيتي هاد القيمة أو هاد يعني هاد الخدمات الجليلة تقدموا بشكل جيد، في حين أن هناك خصاص مهول، وهناك يعني خصاص مدهش في وزارة الصحة. ونحن نطالب الجميع، يعني حتى شي حاجة ما مضرقة المواطن، راه كيعرف بأنه ملي كيمشي المستعجلات كيجلس 5 سوايع و8 سوايع باش يتشاف، هذا عار. هناك يعني واحد الحيف كبير، نحن نطالب بأخذ يعني القرارات اللي هي هادفة، والقرارات اللي هي غتنهض بهذا القطاع. وشكرا جزيلا.